بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من العلماء منهم الإمام الذهبي في كتاب الكبائر جعل التعمد في الإفطار في نهار رمضان من أكبر الكبائر، وقال هو أبشع من الزنا. فاليوم الكثير من الشباب والبنات حقيقة لا يتورعون عن هذا الأمر. من أفطر لعلة أو لمرض لا بأس به، أو لضرورة لا بأس به، ولكن من أفطر متعمدا في نهار رمضان هو آثم، وهذا يعتبر من الكبائر، وعليه قضاء هذا اليوم وأن يستغفر وأن يتندم على هذا اليوم. أما من أفطر متعمدا بجماع وهو كذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه كفارة، الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، والله أعلم.